السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جونيور فايف، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. جونيور فايف، انا بشكركم كلكم على تعليقاتكم عندي على القناة. التعليقات دي الحاجة الوحيدة اللي بتخلي الانسان قادر يكمل برغم الضغط والضغوطات اللي عليه في الشغل، بس عايز يعمل لكم حاجة تكونوا فرحانين بيها. هنعمل مع بعضنا النهاردة بنك أسئلة المتميز للمتميز المستر محمود سعيد في مادة الماس. عملنا الساينس، عملنا الاي سي تي، النهاردة ان شاء الله هنعمل مادة الماس. فيلا بينا، ليتس جو. نمبر 1 أو تشوز بتقول عندي نمبر 4 and النمبرز ده to the nearest thousand. عايز يعمل nearest round للنمبرز ده. الراوند بتاعي بقف او بقف عند البليس اللي هو قال لي عليه. عايز ايه؟ هو عندي الثاوزنز. طب تعالوا نشوف الثاوزنز بتاعي فين. انا عندي الوانز، تنز، هندرد، ثاوزنز. انا عندي النمبرز ده هو مين؟ هو الثاوزنز. طب يلا بينا لوك على اللي بعده. مين اللي بعده؟ السكس. هابي اور ساد؟ لا، اتس هابي. هتعمل ايه؟ هتدي جيف وان to 9. طب لما تدي 1 to 9، ال 9 هتبقى كام؟ become 10. 10 0 carry up 1 لل 9 اللي بعدها. طب 9 plus 1 equal 10. 0 carry up للي بعدها. 9 plus 1 equal 10. 0 and carry up to اللي بعدها اللي هتبقى كام؟ become 5. يبقى الانسر عندي كام؟ الانسر عندي 5. فهمتوها؟ يبقى نقف عند الثاوزنز، نلوك على اللي قبلها او اللي بعدها تبقى 6. ال 6 دي نعمل لها كانسل هتبقى 0، وال 9 دي هتبقى 10 10 10 10 0 0 0. اخر حاجه عند ال 4 هتبقى 5. تعالوا نروح لنمبر 2. ذا كومون فاكتور اوف اول نمبر. خدوا بالكم، انتوا عندكم حاجه اسمها كومون فاكتور وعندكوا حاجة اسمها common multiple. خدوا بالكوا يا جريد 5. common multiple، الكومون فاكتور السي اف هو ال 1، اما الكومون multiple السي ام هو الزيرو. common فاكتور هو ال 1، common multiple هو مين؟ الزيرو. هو هنا عايز مين؟ الكومون فاكتور. يبقى نمبر 1. نمبر 4 بتقول the 12 and 5 tens increased by a number is 15. فاكرين لما كنا بنشرح الايكويشن مع بعض على القناة، قلنا is دي دايما بتكون مكانها equal. مكانها ايه؟ equal. طب تعالوا نكمل. 12 and 5 tens increased by، بتزيد by a number، اي number عندك equal اللي هي مكان as equal 15. يبقى الاجابة عندي 12 and 5 tens plus x equal 15. طب تعالوا لو انتوا مش فهمتوها، تعالوا ناخد مثال صغير. لو انا قلت لك 7 is increased او increased by a number. النمبر ده انت مش عارفه، افرضوا انه x is 12. يعني ايه الكلام ده؟ يعني 7 دي لو انا حطيت عليها او عملت لها اد او عملت لها increased by x هتديني كام؟ هتديني 12. فهتقولي سهلة، طب ما انا هكتبها 7 plus x equal كام؟ equal 12. هي 12 and 5 tenths increased by، يبقى هعمل علامة البلس واضيف اي نمبر عندي اسمه x equal 15. يا رب تكونوا فهمتوها. The number 10 has no odd factor. عايزين نعرف التن ده عنده في كام فاكتور. سهلة، التن ده جاي من ايه وايه؟ جاي من 0 10، ادي 2 فاكتور. جاي من ايه كمان؟ من 2 times 5. يبقى عنده، تقدر في تيبل 10 تجيب التن دي تطلع عندك في التيبل من اي حاجة تاني غير من 0 times 10 equal 10 و 2 times 5 equal 10؟ لا ما اقدرش. يبقى عنده كم فاكتور؟ تعالوا نعدهم 1 2 3 4. عنده 4 فاكتورز. طب تعالوا للي بعدها نمبر 6. 9 and 14 hundredths
times 100 is. بعمل ايه؟ انا بكبر الرقم. طب ولما بكبر الرقم بعمل له ايه؟ باخد من الصغير للكبير، من الصغير للكبير، بمشي كده بحرك الارقام كده. طب احرك كم رقم؟ على حسب الزيروز اللي عندي، كم زيروز؟ 1 2. يبقى احرك كم ديجيتس؟ 1 2. تعال نشوف اللي هنحركهم. اخد من بعد البوينت على طول، يبقى 1 2. اخد دول، تعالوا بينا كده شيله بيله ونحرك مع بعض، يبقى 914. 914. نمبر 7 is one of the factor of 16. هو رقم من الفاكتور بتاعت ال 16. طب الفاكت ال 16 دي بتيجي من ايه؟ في التيبل بتيجي من 0 تايمز 16، بتيجي من 2 تايمز 8، بتيجي من حاجه تاني؟ بتيجي من 4 تايمز 4. يبقى دول الفاكتور. اي حد عندك هنا خده. عندك 4؟ لا. عندك 0؟ لا. عندك 16؟ لا. عندك 2؟ لا. عندك ايه؟ عندك 8. يبقى اختار 8. طب تعالوا نعمل نمبر 8. نمبر 8 دي لازم تعمل بوينت وتكتب لنفسك علشان ما تتوهشي. انا عندي هنا وانز، انا عندي هنا تنز، انا عندي هنا مين؟ انا عندي هنا تنسز، وبعدها هندردز، وبعدها ثاوزندز. طب تعالوا بكم؟ انا عندي هنا كام؟ وانز فيها 5، تنز فيها 8. دي ايه ده؟ ده هندردز. 100 احطه في الهندردز. ده ايه ده؟ ده ثاوزندز، احطه في الثاوزندز. عندي مين ناقص؟ ده التنس اللي ناقص، احط زيرو. لو انت ما عملتش التقسيمه دي لنفسك، انت هتنسى ان عندك زيرو في التنس، اوكي؟ ومش هتكتبه، والانسر بتاعتك هتبقى غلط. ماشي يا سنه 5؟ ماشي جونيور 5. يبقى تعالوا ندور على 85 and 13000. 85 and 13000 اهي. تعالوا بينا نشوف كمان واحده تانية. انا عندي بوينت، عندي وانز، فين الوانز؟ اهو 8. عندي تنز، عندي حاجه في التنز؟ ده انا عندي ال 8 في التنز. عندي في الهندردز؟ عندي في الهندردز 200. طب هنا عندي مين في التنس؟ التنس عندي فيها الفور. الإجابة بتاعتي 288 and 4 tenths. نمبر 10 all of them are prime except أكيد الوان. الوان not prime. ليه؟ يا مس مش انت بتقولي البرايم ليه 2 فاكتورز؟ صح، ما انت كده جاوبت على نفسك. ال 2 جايه من 2 تايمز 1، يبقى ليها 2 فاكتور، ال 2 وال 1. ال 3 3 تايمز 1، ال 5 5 تايمز 1، 2 فاكتور. اما ال 1 1 تايمز 1، فهو فاكتور واحد. نمبر 11 عايزه اكتب دي بالديسيمال، دي بالفراكشن، عايزه اكتبها بالديسيمال. سهله، اعمل ايه؟ النمبرز اللي عندي اللي فوق هيرجع بعد البوينت. هرجع كام ديجيت؟ هرجع كد الديجيتات الزيروز اللي عندي من تحت. عندي كام زيروز في الدينوميريتور؟ 3 1 2 3، فهيرجع عندي من فوق 1 2 3. يلا بينا نرجعها. يبقى 213 thousands. 213 thousands. نمبر 12 45 and 235,000 to the nearest hundreds. اعملها او اعمل لها round للnearest thousands is. تعالوا اقفوا عند الhundreds. فين الhundreds؟ add tens، add الhundreds. look على اللي بعدها، مين؟ ال 5. happy or sad؟ happy. تعمل لها ايه؟ give 1 لمين؟ ال 3. ال 3 become كام؟ become 4. طب وال 5 هتتكنسل، هيبقى 0 4 2. 54 and 2400. تعالوا ندور عليها اهي، اوكي؟ يلا بينا نكمل. يا ميس طب في زيرو، ولا هو هنا موجود، ولا الهوا مش قاعد، مش عندي، ملوش اي تأثير ولا افكتد عندي في المسألة. تعالوا نشوف نمبر 13. نمبر 13 هنحلها ازاي؟ بالانفيرس. الانفيرس استراتيجي هاخدها شلابله كده، بس انا مخرجها، فلما انا اخرجها اعمل لها ايه؟ اغير لها الاشاره،
الساين بتاعتها. انت لما بتخرج ورايح مشوار بتغير هدومك. النمبر ده خارج من بيته، ده الهوم بتاعه ورايح لهوم تاني، يبقى لازم اغير له الساين بتاعته. اغيرها له هتبقى ايه؟ هي ماينس، اعملها بلس، يبقى 96.1 بلس 45.23. واعمل اد، يلا بينا زود زيرو علشان ما تغلطش. 0 بلس 3 3، 1 بلس 2 3 بوينت، 6 بلس 5 11، 1 كاري اب 1، 1 بلس 9 10، 10 بلس 4 14. الانسر بتاعتي 141 and 33 hundredths. اللي بعدها 14، ادينا قلنا الكومن مالتيبل هو مين؟ الزيرو. الكومن فاكتور هو ال1. Number 15. Which number could be rounded to؟ النمبر ده. هنا بقى مش بيقولك اعمل الرقم ده راوند، لأ، ده بيقولك أي من النمبرز اللي تحت ينفع نعمل لها راوند للنمبرز ده. طب تعالوا نشوف، هل النمبرز ده لنا وانا عملت له راوند للوانز هيبقى النمبرز ده؟ لأ أبدا، استحالة. طب النمبرز ده يلا بينا نعمل له راوند، مثلا نعمل راوند للهاندرز، فهتقف هنا ال 5 دي give 1، يبقى 7 هتبقى 8، هتبقى 8 وال 6 هتفضل زي ما هي، يبقى النمبر ده ينفع. تعالوا نشوف ده، اقفوا هنا عشان يبقى عندك 2 digits. ال 9 ده هتدي give لل 8 1 فهتبقى 9. هل في ال 100 9 ولا 8؟ 8، يبقى الانسر دي غلط. هنقف هنا، ال 5 دي give 1 هتبقى كام؟ 8. ايوه صح 8 و 6 بس ما عنديش 2 في ال 1، يبقى الانسر دي ايه؟ اتس رونج. يبقى الانسر الصحيحه نمبر بي. نمبر 16 جريد 4. يلا جرر 5. ذا بليس فاليو، بليس فاليو، بليس مكان، بكتب كلمات ليترز مش بكتب نمبرز. لل 4 تعالوا نشوف ال 4 في التنس على طول بعد البوينت تنس. نمبر 17 فاليو، مش عايز اسماء، عايز نمبر. ال 8 اهي، يبقى فين؟ في ال 100، فانا عايز 800 اهي. The value of digit 0، الزيرو مهما حطيناه في اي مكان هو هو زيرو، مش بيتغير، هو هو نفس الزيرو. حطيناه في التنس، في الوانز، في المليونز حتى، هو الفاليو بتاعته زيرو. طب عايزين نكتب الجملة دي. جريد 5، اسمعوا الكلام، اعملوا يلا جروب لل 100، جروب للديسمل، وجروب للوانز، وجروب للثاوزنز. اوكي جريد 5، اوعوا تتلخبطوا، دول كلهم تنس، سوري كلهم ديسمل. فيهم كام؟ فيهم 3 بليز، هنا في 3 بليز، هنا في 3 بليز. طب انا عايز اكتب ايه؟ تعالوا عند الاند وقفوا اهو. ليه اوقف عند الاند اللي هي البوينت؟ علشان اعرف انا هروح فين. هكتب في الديسيمل الناحية دي ولا اكتب بقى في الهول النمبر؟ لا، اقف عند الاند، بعد الاند كله ده ديسيمل. طب تعالوا نشوف 53، انا عايز اكتب 50، ده سهلة جدا يا مس، ده انا في جونيور 5 مش هعرف اكتب 53، ده انا عارف اكون شطار. ادي 53، جميل. عايز اكتب 514000 اهي، 500 يا مس، 14000، برافو عليكم. يبقى انا عايز ادور على 53 and 514000 اهي. نمبر سي، يلا نكمل. 20، 67 تايمز 10، لما بعمل تايمز بعمل ايه؟ بكبر عندي النمبر. طب اعمل ايه؟ بمشي كده، سهله. بعمل ايه؟ بزود زيرو على طول، دي سهله جدا، ده بتاعت جريد 3. نمبر 21، 321 and 100 بلس النمبر ده. انا عارفه كلكم بتتلخبطوا في انكم تعملوا اد عن طريق الهوريزنتال، عادي اعملها فيرتيكال تحت بعضها، بس وانت بتنقل انقل صح، وانت بتنقل انقل صح. طب تعالوا ننقلها هنا، ادي 3 ام اس، ادي 1. بصوا المس بتقول لكم حاجه وهي غلطت اهي، خدوا بالكم. نمبر واحد يضيع لك المسألة، 321.1. النمبر التاني تعالوا نعمله بلون مختلف،
النمبر التاني عبارة عن ايه؟ 1 8 7.12. شد خط، اعمل بلس، يلا بينا نكمل بنمبر لون مختلف كمان. اول حاجة النمبرز اللي فوق ناقص، ازود له زيرو من عندي علشان اعرف اعمل اديشنز كويس. 0+2 2 1+1 2، حط البوينت اوعى تنساها. 1.7 8 2+8 = 10، زيرو كاري اب 1 حطه في دايرة سيركل عشان القطة ما تاكلوش منك. 1+3 = 4 4+1 = 5. انا عايزة ادور على ايه؟ 508 and 22 22 8 22 hundreds. برافو، يلا بينا نكمل. النمبر ده to the nearest، عايز يعمله nearest لمين؟ الهول نمبر. هول نمبر جريد 5، يعني عايز احوش كل الديسيمل اللي فيه. فقف عند اول حاجة في الديسيمل الايت. هابي اور ساد؟ هابي. تعمل ايه للزيرو اللي جنبها؟ جيف 1، يبقى هيبقى عندي ايه؟ 1. وكله ده يتكنسل. نمبر 23، عايز اعمل ديفيجن. بعمل ايه في الديفيجن بقى؟ بصغر النمبرز، يبقى يا جريد 5 باخد من البيج للسمول، من الكبير للصغير، من الكبير للصغير. طب بحرك كام ديجيتس؟ بحرك على نفس عدد الزيروهات اللي عندي. عندي كام زيرو؟ 2، يبقى هحرك 2 ديجيتس، اخدهم شيله بلا كده، اقول لهم تعالوا روحوا عند الصغيرين، يبقى عندي مكانهم فاضي بقى، يبقى نزل زيرو. زيرو بوينت هما اللي يتكتبوا الاول. 4 5 2 1 4 5 2 1. اوكي، تعالوا ندور عليه اهو. تعالوا للي بعدها 24، اعمل اد سهل، مش محتاجه ان انا احطها تحت بعضها ومتساويه، مش هزود زيروهات من عندي. 8 + 5 = 13 3 carry up 1. 1 + 5 = 6 6 + 3 = 9. وعندي البوينت وعندي الزيرو. 93 hundreds. طب تعالوا نشوف دي، عايزين the variable is. ال variable هنا ما بيقولكش حلها، مش بيقولك حلها، أمال بيقولك ايه؟ بيقولك ال variable اللي بيتغير عندك، او المتغير اللي اسمه variable is مين؟ is x، هو المجهول عندي. اما ال 98 ده constant، حاجة ثابتة. 56 and 2 tenths حاجة constant. اما ال variable هو اللي بيبقى عندك symbol، رمز. زي هنا مثلا ده ال variable m، هنا بقى بيقولك m بكام. m equal، بلازم تحلها. احلها ازاي؟ عندك طريقتين، يا الباراجراف يا اما ال inverse. دي سهلة، ممكن احلها بالانفيرس. ازاي؟ اخد النمبرز ده شيله بلا كده واغيره. طب ولما اغيره له هو خارج، فايه؟ اغير له الساين بتاعته، يبقى البلس هتبقى ايه؟ ماينس. تعالوا نعملها 8.92 - النمبر اللي خارج اللي هو كام؟ 3.5. اهم حاجة ترتيب الديجيتس تحت بعضها، ماشي؟ طب هنا عندي حاجة ناقصة، الزيرو لازم احطه علشان اشتغل صح. 2 - 0 = 2 9 - 5 = 4 8 - 3 = 5. يبقى الانسر بتاعتي 5 and 4 = 42 hundreds. يلا نكمل. the number whose prime factor، هنا مديك بقى البرايم فاكتور بتاعت الرقم، مش بيقولك اعمل لل 2 وال 3 وال 5 برايم، لا، بيقولك مين النمبر اللي البرايم بتاعه يكون ال 2 3 وال 5. كل اللي عليك انك تعملهم تايمز مع بعض، سهله سهله. 2 × 5 = 10 10 × 3 = 30. اخد 3 ديجيتس دول اعمل لهم تايمز. 5 × 2 = 10 2 × 3 = 30 او 2 × 3 = 6 6 × 5 = 30. طب اللي بعدها 28 53.77 - امسكوها كده على جنب، انا عارفاكم عندكم مشكله. طب يلا بينا نعملها اهو، بس اهم حاجه زي ما بنقول انقلوها صح وتحت بعضها.
يلا بينا نغير بس اللون. 7 minus 3 equal 4. 7 minus 6 equal 1 point. 3 minus 2 equal 1. 5 minus 1 equal 4. يبقى الانسر بتاعتي 41 and 14 hundredths. البراين نمبر has عنده كم فاكتورز؟ عنده 2. نمبر 30 هنعمل ايه؟ ده انا عايز اكبر النمبر، اكبره يبقى اخد من الصغير الديسيمال اروح عند الكبير. طب جريد 5 اخد كم ديجيتس؟ اعد الزيرو 1 2 3، يبقى المفروض ان انا هاخد 3 زيروز 3 ديجيتس. ده انا ما عنديش غير 2، عادي زود زيروهات اللي فاضل عندك زوده زيرو. ال 2 يبقى فاضل عندي كم زيرو؟ 2 1 2، يبقى الانسر بتاعتي 6200. 15 is an odd ولا even ولا برايم؟ لا هو مش برايم. ليه مش برايم؟ لانه عنده ميني فاكتور، ده بيجي من 1 تايمز 15 وبيجي من 3 تايمز 5، يبقى مش برايم. امال اسمه ايه؟ اسمه كومبوزد، والاسم ده مهم. اي نمبر لي فاكتور اسمه كومبوزد، اي نمبر لي فاكتور مور ذان 2 اسمه ايه؟ كومبوزد. اما النمبر اللي ليه 2 فاكتورز بس اسمه ايه؟ اسمه برايم. اما ال 15 ده ايه؟ ده اود، سهل ده اود. طب النمبرز ده او ده 15.2 بلس ان اكسبريشن ولا ايكويشن ولا نيجر؟ لا اكسبريشن. ليه اكسبريشن؟ ما عندوش ايكوال، ولو عنده ايكوال كان كومبليت. نمبر 1 345 ديفايدد باي 10. طب مالها؟ هعمل ايه؟ بصغر النمبر، يبقى بروح ناحيه الديسيمال. ما انا ما عنديش ديسيمال احطه اهو. 0 سوري لا انا 0.0، فباخد من الكبير للصغير هاخد كام ديجيتس؟ 1. يبقى ال 5 هيجي هنا عندي مين؟ عندي الديسيمال، بدل الزيرو ده هتبقى ايه؟ 5. يبقى 3 4.5. 34 and 5 tenths the multiples of 4 between 21 and 35. يعني ايه؟ بيقول لك اقف في التيبل بتاع 4 هات لي المالتيبل بتاعته. بس يعني ايه المالتيبل؟ يعني البرودكت اللي طالع عندك في تيبل 4، الناتج اللي بيطلع عندك لما تقول 0 تايمز 4 1 تايمز 4 2 تايمز 4. بس بشرط انا مش عايزهم كلهم، انا عايز من اول 21 لغايه 35. عادي انا حافظ ان 4 تايمز 0 4 4 تايمز 1 4. طب مين قريبه ل 21؟ ايوه صح، ده انا حافظ اني 4 تايمز 7 ايكوال كام؟ 28. فانا عندي 28. كمان عندي 4 تايمز 6 ب 24. طب 4 تايمز 5؟ لا 4 تايمز 5 ايكوال 20 قبل ال 21 مش عايزها. طب يبقى انا كده اخدت 4 تايمز 7 واخدت 4 تايمز 6. طب 4 تايمز 8 ب 32 معايا. ليه معايا؟ ما بين ال 21 وال 35. طب 4 تايمز 6 ايكوال 32 6. 4 تايمز 9 سوري ب 36 اخدها؟ لا لان ايه؟ افتر 35. يبقى دول المالتيبل لجدول 4 او لنمبر 4. عرفتوا بنجيبها ازاي؟ يلا نخش للي بعدها. اعمل اكسباندد، سهل. امسك النمبرز ده عايزهم 2 بس 2 بس، امسك الهول احطه وحده وامسك الديسيمال احطه وحده، بس ما انساش الديسيمال اكتب 0 بوينت. نمبر 4 18 هاز كام فاكتور؟ تعالوا نعملهم، نعمل شجره ال 18. ال 18 ده جاي من 0 تايمز 18 اوكي، ولا تعالوا نعمل التي علشان بتبقى اسهل ان احنا نعدهم بسرعه. ادي ال 18 جاي منين؟ من 0 تايمز 18، جاي من 2 تايمز 9، جاي من 3 تايمز 6. عندك كان تاني في التيبل 18؟ لا 0 تايمز 10 سوري 1 تايمز 18
2 تايمز 9 ب 18 3 تايمز 6 ب 18 ما عنديش حاجه تاني. عندك حاجه تاني؟ لا ما عنديش. خلاص يبقى كده نعد الفاكتور 1 2 3 4 5 6. يبقى عنده 6 فاكتورز. طب 600 عايزه اكتب النمبرز ده. نمسح الشجره بتاعت ال 18 الاول. عايزين نكتب 602 and 34,000 in standard form. اقف عند ال and اهي. اعمل بوينت عشان اقسم الديسيمال والهول نمبر. طب عايز اكتب 602 اهي 602 والبوينت بعدها علشان and. 34 بس ايه 1000 34,000 مجيش اكتبها كده. دي كده بقيت 3400. امال اعمل ايه يا مس؟ انا تعبت. انا عارفه ان كنت تعبانين بس معلش. الحاجات اللي انت بتتعلمها دي هتفيدك، هتفيدك دلوقتي وهتفيدك بعدين جونيور 5. انت عندك 3 بليسز، ال 10th وال 100th وال 1000. طب انت عندك 1000 يبقى هتاخدهم كلهم. بس انا ما عنديش غير 2 ديجيتس بس 34. اكتبهم من ورا وحط عندك زيرو من قدام، فلما تيجي تقراها تقول 34,000 34,000. اوكي يلا بينا ذا فاكتور 14. نعمل الشجره بتاعت ال 14. ال 14 جت منين؟ 1 تايمز 14 2 تايمز 7. عندك 14 تاني في التيبل؟ لا. بقى عندك كام فاكتور نعدهم؟ 1 2 3 4. طب نكتب 4 فاكتور؟ لا. ليه؟ شايفين النمبر 4؟ شايفين الانسرز نمبر 4 او الجمله نمبر 4 كانت بتقول ايه والجمله نمبر 6 بتقول ايه؟ دي بتقول ال 18 has نقط فاكتور، يعني بيسالك على نمبر الفاكتور اللي عنده. هنا عايز الفاكتور نفسهم، عايز ايه الفاكتور نفسهم، فانا هكتب له 1 و14 وال2 وال7. يلا بينا نكمل. عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل اد للنمبرز ده وكمان اطلعه بالتنس. ده جميله جدا المساله دي. تعالوا نعملها كده ونركز فيها. لازم اكتبها. يلا بينا نكتبها. عايز اكتب 0.324,000 اعمل لهم بلس. اعمل بلس مع مين؟ مع 476,000 برضه. يلا بينا 4 بلس 6 equal 10 0 carry up 1 بلس 2 equal 3 بلس 7 equal 10 0 carry up 1 بلس 3 equal 4 بلس 4 equal 8. ما تنساش عندي 0 point. طب هو جايبها لي مين؟ بالتنس. اكتب 0.800,000. لا امال اكتب ايه؟ هكتب اللي موجود في التنس. ايه اللي موجود في التنس عندي؟ ال 8. يبقى اكتب 8 تنس. اللي بعدها لسه شارحينها، نشرحها على طول بقى، نكتبها على طول. انا عندي 2 زيروز، يبقى عندي 2 زيروز دول هيتنقلوا، يبقى 3 2 0 1.4. شرحناها كتير النهارده. طب البنتش مارك اوف 0.9 اللي هو ايه؟ ال 1. طب تعالوا ناخد فكره سريعه عشان الناس اللي نسيت ايه هو البنتش مارك. البنتش مارك ده اللي هو اللي زي اللاين نمبر كده، عندي الزيرو وعندي الهاف 0.5 وعندي ال1. عندي هنا 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 و0.9. فعندكوا ايه؟ في ناس قريبة من ناس. ازاي؟ عندي ال 2 وال 1 وال 3 دول قريبين من الزيرو. عندي ال 4
والفايف والسكس والسيفن دول قريبين من الفايف، والايت والناين دول قريبين من الوان. طب هو هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي البنتش مارك للزيرو بوينت ناين، الناين ده كلوز تو مين؟ قريب من الوان، فبكتب له وان. يا رب اكون قدرت افكركم بيها. طب ذا بنتش مارك اوف النمبرز ده قريب من مين؟ باخد اول حاجه، اول حاجه عندي الوان، الوان 0.1 ده قريب من مين لسه قايلين؟ كلوز تو 1، كلوز تو سوري كلوز تو مين؟ كلوز تو 0، كلوز تو مين؟ 0. 0.1 1 تنس 2 تنس 3 تنس كلوز تو 0، 4 تنس 6 تنس 7 تنس كلوز تو 5 تنس، 8 تنس 9 تنس كلوز تو 1 هول. باخد اول نمبر. طب يلا بينا نكمل. بنعمل ايه؟ ديفيجن. الديفيجن بعمل ايه؟ بقلل النمبر، باخد 3 نمبر، باخد 3 نمبر ديجيتس سوري 3 ديجيتس، بحركهم كده ناحيه الديسيمال، يبقى هتبقى 0 مكانهم فضي 0.4523. المساله دي اكتبوها علشان انتوا بتخافوا تعملوا ماينس. 999.9 وعندي 99.99، زودوا 0، لو ما زودتوش 0 هتغلطوا. يلا نعمل ماينس. 0 ماينس 9 it can't be، بيكبروا هنعمل لها برو من ال 9، ال 9 دي تبقى 8، ال 0 become 10 هتبقى 10، حطها في سيركل عشان القطة. 10 ماينس 9 equal 1. كمل بقى. 8 ماينس 9 it can't be، ال 9 نعمل لها برو، ال 9 become 8، ال 8 become 18. برافو عليكم. 18 ماينس 9 equal 9 point. 8 ماينس 9 هنكرر الحكاية، هنعمل لها برو، become 8 become 18، 18 minus 9 equal 9، 8 minus 9 it can't be 18 ودي 8، 18 minus 9 equal 9، ال 8 ننزلها. يا رب تكون وضحت. 899 and 91 tens sorry 91 hundredths. Number 13. Isra had 4 and 5 LE. 5 tenths LE. Mahmoud give her some money else. Isra بنوتة جميلة اسمها رؤى معاها 4 and 5 tenths. أخوها محمود give إداها فلوس تانية. Now she have، هي دلوقتي بعد الماني اللي ادهولها محمود هي معاها 6 and 24 hundredths. Write the equation what إسراء has. اكتب الإكويشن اللي معاه إسراء. اوكي اقول ان إسراء كان معاها 4.5، محمود اداها ان انا معرفوش equal اللي معاه إسراء حاليا 6.24. تاني البنوتة معاها 4.5 اهي، محمود اخوها give يبقى plus equal النمبر اللي معاها. كده انا عملت equation جميلة جدا، equation جميلة جدا. يلا نعمل expanded. عندي هنا 2 لوحدها اهي، وبعد كده 1 موجود في التنس يبقى 0.1، 1 موجود في الثاوزنز يبقى 0.001. طب والزيرو ده في الاكسباندد ما بيتكتبش. سولف، حل المسألة، هنخرج يبقى نغير الساين، الماينس تبقى بلس، نكتبها 21.36 + 65.32 6 + 2 = 8 3 + 3 = 6 0.1 + 5 = 6 2 + 6 = 8. يبقى الانسر بتاعتي 86 and 68 hundredths.
نفس الحكاية، نعمل add. تعالوا بقى نعمل add ازاي؟ هنزود هنا 0. 0 plus 3 equal 3. 8 plus 0 equal 8. بقى عندي point. 9 plus 7 equal 16. 6 carry up 1. 1 add 2. 1 plus 2 equal 3. 3 plus 0 equal 3. 9 plus 2 equal 11. 1 carry up 1 على 8. 1 plus 8 equal 9. 9 plus 4 equal 30. The numbers begin 13,136 and 8300. The place value of 1. عايز مكان ال 1 هنا اللي هو عبارة عن مين؟ التنس. Number 19. The smallest prime number is 2. طب ولو قال لي the smallest prime even هو برضو 2. طب ولو قال لي the smallest prime odd لا بقى هتختلف هو اللي 3. Number 20 بيقول 3 tens equal كم hundreds وكمان كم thousands. 3 tens بالطريقة دي equal كم hundreds زود لها 0 تبقى equal كام؟ equal 30. طب زود لها 0 تاني equal كام؟ equal 300,000. ال 3 digits كده متساويين او ال 3 numbers متساويين. 3 tens اهي 300,000 اهي 300,000 اهي are the same. Are the same. خد بالك. Number 25. The first 5 multiples of 6. ابدأ بالزيرو. We add 6. زيرو أو قول 6 times. 0 equal 0. 6 times 1 equal 6. 6 times 2 equal 12. 6 times 3 equal 18. 6 times 4 equal 24. 1, 2, 3, 4, 5. ال 5 multiples. Number 22. Number 22 بتقول 45 and 213 in unit form. عايزها في unit form فبقول ان ال 4 دي موجودة في التنس. بقول ان ال 5 دي في الوانز. بقول ان ال 2 دي في التنس. وال 1 في الهندردز والثري في الثاوزندز. نمبر 23. GCF of any two different prime number. لو انا عندي مثلا الفايف والتو، التو دول عبارة عن برايم وبرايم different هم مختلفين. الGCF بتاعهم بيكون ايه؟ is multiple. Is multiple يعني ان انا بعمل لهم multiplication. بقول 5 times 2 equal 10. Number 24. تعالوا نكتبهم. 6300 8000 كمان 300. ادي 6300 plus 8000 plus 300. ادي 0 فوق و 0 تحت. 8 3 plus 3 equal 6. 6 تنزل و 0 يبقى الانسر بتاعتي 0.668 او equal 668 واكتب جنبها thousands. الاجابتين صح. The prime number between 20 و 30. البرايم ما بين ال 20 وال 30. 20 بعدها 21 لا دي composed. 22 composed يبقى عندي 23. طب 24 composed. 25 composed يعني ليهم factor. 26 composed. 27 لا برايم. 28 composed. 29 لا composed sorry برايم. يبقى البرايم نمبر ما بين ال 20 وال 30 23 27 29 26 15 and 46 equal 10 و 5 كده هو جاب دول.
10 plus 5 equal 15 او اخذ ال 10 واخذ ال 5. عندي ال 4 اللي ناقص ال 6 بس 600 سوري 600 يبقى عندي 0 وادي 6. تعالوا نجيب ده نعمل له ماينس نمسح ده عندي number 27 85.134 minus 59.067 4 minus 7 it can't be. الفور دي بقى نغير لون القلم 4 minus 7 يبقى دي تبقى become 14 دي become 2 14 minus 7 equal 7 2 minus 6 it can't be ما ينصحش هنعمل لها بارو ال 1 هيبقى 0 become 0 ال 2 هتبقى 12 12 minus 6 equal 6 0 minus 0 equal 0.5 minus 9 it can't be 5 become 15 ال 8 become 6 15 minus 9 equal 6 6 minus 5 equal 1 يبقى الانسر بتاعتي 16 and 67,000 the smallest odd prime اصغر number odd ما جايبش سيرة البرايم خالص smallest odd هو ال 1 so prime factor of 14 احنا لسه قايلينهم is اللي هو 0 و 14 و 2 و 7 The only even prime اللي هو 2 ال LSM لل 4 وال 6 تعالوا نعمل لهم كده تحت علشان احنا ما خدناش اي واحدة منهم ال 4 دي كومبوزد بحطها في سكوير ال 4 دي عبارة عن 2 times 2 وبحط ال 2 وال 2 في برايم في سيركل لانهم برايم نمبر تعالوا نجيب ال 6 ال 6 دي كومبوزد فبحطها في سكوير عبارة عن 2 سيركل 2 بحطها في سيركل لان هي برايم وال3 بحطها في سيركل لان هي برايم طب ال4 بقى عباره عن ايه 2 تايمز 2 وال6 عباره عن 2 تايمز بحط ال3 ورا ما احطهاش تحت ال2 LCM باخد يا جونيور 5 واحده من المتكررين يبقى 2 دي ريبيتد باخد منها واحده 2 وبعد كده باخد الباقي عندي 2 وعندي كام 3 يبقى 2 تايمز 2 4 4 تايمز 3 12 يبقى ال LCM او الليست كومون مالتيبل هي مين هي قلنا ال 12 طب تعالوا نجيب ال GCF of a two same prime number لنفس ال prime number GCF of a two same prime number prime number مثلا يعني 2 وكمان عندي 2 فالبرايم بتاعهم الجي سي اف هو نفسهم اتس سيلف يبقى بكون ايه باخد نفس النمبر يبقى اتس سيلف نفسها يعني نفس النمبر باخد منه واحده اللي هو ال2 مثلا لو انا عندي 3 و3 فباخد الجي سي اف واحده اللي هي مين ال3 فبقول له اتس سيلف او اتس ذا سيم نمبر ذا سيم نمبر عايز يقرا الرقم ده الرقم ده هيتقري ازاي 400 56 and 2300 طب عايز اعمل ده للهول فبقف عند اول حاجة في التنس 9 happy give 9 1 becomes 10 0 carry up 1 9 plus 1 equal 10 سوري الانسر بتاعتي هتبقى 100 تعالوا بنا نكمل 23 times 1000 بكبر النمبرز بدود 3 زيروز 0 0 0 وادي 32 ال equations دي the value of r is بعمل ايه؟ اعمل add لل number 36 in the equation ال equation دي عندي عايز ال value of r لازم اعمل add للنمبرز ده الاول تعالوا نعمل له add 3 plus 2 equal 5 point
4 minus 1 equal 5. انا عملت add للنمبرينز دول، يبقى ال r هاخد ده اعمل له انفيرس، يبقى اعمل له ايه؟ اغير الساين بتاعته، البلس هتبقى ايه؟ ماينس، هتبقى 2.25. هتعمل ايه؟ زود 0. 0 minus 5 it can't be. ال 5 become 10، ال 5 become 4. 10 minus 5 equal 5. 4 minus 2 equal 2.5 minus 2 equal 3. يبقى ال r is 3.25 hundredths. نقط is GCF of 12 and 16. تعالوا نعمل الجي سي اف لان احنا ما عملناهاش. هنجيب ال 12. ال 12 دي كومبوزد نمبر، احطه في ريكتانجل اور سيركل اور ريكتانجل اور سكوير. ال 12 ده جاي منين في التيبل؟ جاي من 2 تايمز 6. ال 2 برايم احطها في سيركل، ال 6 كومبوزد احطها في سكوير. طب ال 6 جاي منين؟ من 2 تايمز 3. حلو، انا عملت اول واحد اللي هو ال 12، تعالوا نعمل ال 16. ال 16 جاي من التيبل من فين؟ جاي من 4 تايمز 4. واحد هيقول جاي من 2 تايمز 8، صح؟ طب ال 4، سوري انا عملت ال 4 اهو في سيرك، في كومبوز، في ريكتانجل، في سكوير، المهم مش في سيركل. طب ال 4 هي عباره عن 2 تايمز 2. طب والفور دي برضو عبارة عن 2 تايمز 2. وبعد كده لسه اخدهم كده تحت اكتب ان ال 12 ايكوال، خد كل السيركلز بقى البرايم اللي عندك اهم، يبقى 2 تايمز 2 تايمز 3. هات ال 16 تحتها على طول ايكوال، حط كل نمبرز تحت اخوه 2 و 2، يبقى 2 و 2. عندي 2 و 2 حطهمش تحت ال 2 3، حطهم ورا 2 تايمز 2. هات الجي سي اف، الجي سي اف باخد المشترك بس، باخد المشترك بس، يبقى انا عندي ال 2 هنا مشتركه كومون، باخد ال 2 اللي عندي هنا المشتركه بس، يبقى الجي سي اف هنا بتكون ايه؟ بتكون عباره عن ايكوال 2 واحده تايمز 2 واحده، المتكررين باخد منهم واحده، 2 تايمز 2 ايكوال 4. يبقى هقول له الجي سي اف للنمبر 12 and 16 هو ال 4. طب لو كان كمان قايل عايز منها ال LCM، كنت هقول له ان ال LCM equal دي اللي انا اخدتهم اللي هم ال 4 times، اللي قاعد بقى مين اللي قاعد؟ 3 times 2 times 2. بس في ال LCM انا باخد كل حاجة، كل حاجة، يبقى 4 times 3 equal 12، وعندي 2 تايمز 2 ايكوال 4، 12 تايمز 4 ايكوال 48 لو هو كان عايز ال LCM. تعالوا نكمل اخر مساله عندنا في الفيديو، اخر مساله عندنا في الكومبليت. ان شاء الله لو قدرت اعمل لكم الجزء الثاني باذن الله قبل يوم الاربع باذن الله هعمله لكم. The digits in the thousands a place، بيقول لي thousands موجود في مين؟ ادي tens hundred thousands، يبقى موجود في ال 6. وبكده جونيور 5 اكون عملت لكم كومبليت ويل تشوز من مذكره المتميز، حلوهم باذن الله لن يخرج عنهم الامتحان. اسيبكم في رعايه الله وفضله، دمتم دايما بخير، دمتم دايما موفقين ومتفوقين. جونيور 5، باي باي.